أحبائي ومستمعي إذاعة حيث اف ام، بعد الفاصل الغنائي نواصل مع دكتور وليد صفار، واخترنا أن نكلم السيد العميد الدكتور صبري أبو بكر اللي نحب نسألوه على دكتور وليد صفار كيفاش يقدمه لنا. دكتور صبري، ألو، عسلامة عسلامة، مرحبا سيد العميد. عسلامة عسلامة، يعطيكم الصحة. معك وجيه العلويني ومعايا ضيفي دكتور وليد صفار في إذاعة الحياة اف ام بالقيروان. مرحبا بكم ومرحبا بمستمعين الإذاعة في قيروان وفي كل مكان. بارك الله فيك. سيد العميد، دكتور وليد صفار، كي نقول لك دكتور وليد صفار شنو تقول لي؟ نقول لك دكتور وليد صفار هو قام من القامات العلمية التونسية في الخارج، هو فخر لتونس وله عديد من المنشورات العلمية في المجلات العلمية المحكمة ذات الجودة العالية، وهو كذلك معناها إنسان خلوق ومتخلق، وقبل هذا كله هو صديق لي منذ سنين عديدة. واضح. المجال اللي يشتغل فيه دكتور وليد صفار كيفاش تراه في تونس؟ يعني هل انه متطور؟ هل انه يعني البحوث اللي صايره في تونس على المستوى العالمي كيفاش نجم نقيموها؟ دكتور صفار هو دكتور مختص في المحاسبه، وهذا ميدان اللي البحث فيه ليس بالشيء السهل، لانه يتطلب العديد من الميزات والعديد من التقنيات، والمستوى اللي يوصل له الدكتور وليد صفار هو نتيجة لسنوات كثيرة من البحث والعمل والجد والاجتهاد، وهناك كثير من الباحثين التونسيين في هذا الميدان في الجمهورية التونسية اللي يقوموا ببحوث على المنطقة، على تونس أولا وبالذات، وعلى بقية بلدان المنطقة. ميادين البحث في المحاسبة هي ميادين معناها ذات مرتبطة بالاقتصاد التونسي، وفي تونس هناك الكثير والعديد من الباحثين متواجدين في كافة مناطق الجمهورية يقومون بالبحث في هذا الميدان، وهم معناها متجمعين في هياكل بحثية وحدات بحثية ويقوموا بملتقيات علمية. وأنا شفت دكتور وليد صفار في عديد من الملتقيات البحثية في تونس وفي الخارج، وهذا شيء معناها يذكر فيشكر. دكتور وليد، شنو تعليقك على الله يقول حاجة على تقييم السيد العميد صبري؟ نشكره على يعني المقدمة دي. صبري كذلك يعني من القامات العلمية التونسية في فرنسا وفي الإمارات، بارك الله عليه. كذلك عنده منشورات علمية في المالية وفي كذلك المحاسبة، وهو كذلك من أحسن ما أنجب تونس في الميدان العلمي، بارك الله عليه. كذلك يعني إديتور بتاع برشا مجلات علمية محكمة، واشتغلنا مع بعض وأصدقاء ونعاونوا بعضنا وديما يعني ناخذوا نصايح مع بعضنا، ويعني بصراحة تونس في الميدان هذا عندنا برشا توانسة في مستوى عالي، وننصح بعضنا ونخدموا مع بعضنا وطلعنا مع بعضنا يعني. وفما شكون سبقنا في الميدان كما نرجس بو بكري، دكتورة نرجس بو بكري الآن عميدة في جامعة أمريكان يونيفرستي في شرجة، يعني مش حاجة سهلة. وعنا كذلك الدكتور عمران القضامي، وعنا عديد الدكاترة، يعني تبارك الله تونس عندها برشا كفاءات في الميدان المالية والمحاسبة، ويعني في البزنس كما نقولوا اون جينيرال. فهمت؟ أنا نحكي على الاختصاص نتاعي يعني اللي هو المالية، ونخدم كذلك محاسبة، لكن في عديد الميادين عندنا توانسة وعندنا كذلك أبناء القيروان، تبارك الله يعني في عديد الاختصاصات. أي دكتور عمران القضامي اللي هو دكتور صبري، راهو كلي أنا مركز، احنا مكتعرف إذاعة في القروان و... أيوة. واستدعينا دكتور وليد صفار بصيفته معناها ابن القيروان وكبر في القروان، هذا علاش. وذكر لنا توا دكتور عمران القضامي، إن شاء الله تكون ثم استضافة لدكتور عمران القضامي اللي هو موجود في 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 أمريكا. سيد العميد، بارك الله فيك على المداخلة، يعطيك الصحة، وإن شاء الله في مداخلات أخرى معنا في حياة فم. شكرا.
إن شاء الله يعطيكم الصحة ويوم سعيد. شكرا شكرا صديقي لك الله بارك الله فيك. سماء به باش من قبل ما نواصلوا في المجال العلمي والاختصاصك والجامعة إلى آخره، باش نفتح قوس باش ما نقلقوش ورش. نحب نفتح قوس على الرياضة. أشني علاقتك بالرياضة؟ والله علاقتي بالرياضة يمكن حتى أكثر من المالية والمحاسبة يعني. اللي نقراه يعني رياضة أكثر من دي. مغروم برشا بالرياضة، جميع مش جميع رياضات يعني بالأخص كرة القدم، وضيع برشا وقت يعني في كرة القدم وأخبار الرياضة العالمية، مغروم برشا بالرياضة العالمية وشوية كرياضة تونسية، لكن كما تعرف الظروف الرياضة التونسية ما عادش كما قبل يعني تبدلت الأمور. الأغلبية بصراحة باش نكون صريح معاك مغروم بالرياضة العالمية ونادي برشلونة. والشبيبة كيفاش ده؟ ولا بطبيعة يعني مغروم برشا بالشبيبة، لكن الظروف الجماعية تخليك يعني نوعا ما مش كيما قبل، كنت قبل مغروم برشا ونمشي نتفرج على ماتشات لو كندا موجود هنا يعني. لكن توا الرياضة في تونس يعني ما عادش تشجع كيما قبل، الجماهير ما فريق واحد، ما عادش فما يعني الجامعات الكل حتى مش لاقية رؤساء جمعيات، ما يظهر الناس كل تعرف من غير ما نقعد نحكي اون ديتاي، معناتها ما حال الرياضة يعني أسف وكهو، معناتها واحد ولا يتجه رياضة عالمية باش على الأقل يتفرج على الكورة، مش في تونس ما عادش فما كورة باش واحد يتفرج عليها، رغم ما نحاولوا معناتها قعدنا مغرومين وكهو شكون لك. نحاولوا نكونوا متفائلين شوي. نرجع توا للمجال العلمي والبحوث اللي تقوم به دكتور وليد صفار. والله باش معناتها باش ما نكونش هكا بيان بريسي باش الناس خليو الناس تفهم، نخدم الاكثريه انا في الماليه والمحاسبه، هذوما زوز يعني اختصاصات نتاعي. بالنسبه للماليه الاكثريه نخدم في يعني فينانس دونتربريز اللي هي نتاع المؤسسات، عمليه المؤسسات. وفي المحاسبه يعني نخدم في عده ميادين يعني مش ما عنديش حاجه هكا مختص فيها. البحث العلمي في الماليه وفي المحاسبه بصراحه يعني يتطلب يعني اول حاجه لازم الانسان يتدرج فيه، يعني مش ديريكت يحب يكتب في اهم المجلات نتاع العلميه، يعني هي يعني كما يعني في الماليه في الفينانس يعني باش الفينانس فما يمكن اربع او خمس مجلات يعني تسمى توب جورنالز في الفاينانس، يعني باش تكتب فيهم كانك مش تز مع الشامبيونز ليج، يعني مش سهله بالكل فهمت. معناتها باش تعمل باش تكتب ارتيكل في المجلات هذوما صعيبه برشا. اعطينا نسبه مثلا قداش ياخذوا على 100 بحث، قداش ياخذوا من بحث مثلا؟ على 100 بحث ياخذوا شي 4-5 باش تعرف الصعوبية نتاعهم. وراك نقول لك البحث يعني راك يعني انت في منافسة مع جامعات هارفارد وام اي تي، اهم الجامعات في العالم، يعني ماكش وحدك تبعك. يعني اللي يكتبوا معاك جماعة يعني كيما يقولوا فيها بري نوبل، وماني أهم الجامعات في العالم، يعني تحكي 1% أهم الجامعات في العالم، يعني مش سهلة بالكل يعني. معناتها أنا في كتبت يمكن 2 في المالية، كتبت في يعني كتبت مرتين بركة يعني، لكن مرتين هذوك مخلوني باش نمشي نقري في جامعة من أهم الجامعات في هونغ كونغ، يعني باش تعرف الصعوبية نتاعها معناتها مش في المحاسبه كتبت اكثر ما عندي يمكن يعني في باش نقول في الاهم المجلات العلميه في البزنس الحمد لله يعني عندي اكثر من 10 بين 10 و 12 يعني ارتيكل في اهم الجامعات، نحكيو على معناتها التوب يعني معناتها اهم المجلات يعني ما فماش مخير منه فهمت. يعني مش سهله بالكل يعني تتطلب برشا تضحيات، فما شويه زاد شوية حظ، شوية كما يقولوا فيها شوية تكتيك نوعا ما باللغة الرياضة. يعني مش الفائدة في أنك تخدم برشا، لازم تعرف الميدان ديزون ميدان اللي تو الناس تحب تقراه، لازم تعرف ما تجيش ديزون موضوع قديم وتحب تحكي فيه، لازم يكون موضوع جديد، لازم يكون الابروش اللي مش تكتب بها لك الابروش جديدة، لازم تكون ديما زاد تعرف اش قاعد يصير توا في العالم، تكون افونغارديست كما يقولوا فيها، يعني مش لازم يعني هي مش انسان ما
معناتها شكون خير من صاحبه واذكى من صاحبه ولا يعرف لي زوتي ماتيماتيك والايكونومتريك هو اللي يكتب، ماشي هكاك معناتها حكايه. هي لازم تعرف وين تبوزيسيوني الارتيكل نتاعك، تعرف كي معناتها مش سهلة، مش سهلة بالكل بالكل. كما قلت لك أنا نحكيه على واحد في المية ونسبة نجاح يعني 4 على 100، يعني مش أنا عندي 40 أرتيكل ولا 50 أرتيكل معناتها بريسك، باش معناتها كي تعمل 4 5 يعني فريمون اكسبسيونيل يعني. والبحوث اللي تقوم بها أنت والفريق أكيد مع فريق كامل يعني في الكلية اللي أنت موجود فيها، هل انه عندكم علاقه بالمحيط نتاعكم يعني بالمؤسسات الموجوده في هونغ كونغ مثلا او في بعض المدن الاخرى في العالم، ام انكم يعني تقوموا ببحوث بعيده على المحيط نتاعكم؟ والله اللي انا نخدم فيه بعيده بصراحه، مش كون معك مشنا ما نخدمش معناتها في خدمه يعني براتيك، لا ما مشي براتيك يعني الغايه منها نشر اكثر منها الغايه منها يعني مش تستفيد منها السوسيال، معناتها عندها امباكت سوسيال، فهمت؟ معناتها بكون معك صريح يعني. وفما هو خطر الميدان المالي راه كبير برشا، انا مختص في النوع هذه لقيت فيه نوعا ما راحتي ولقيت فيه معناتها نجم نكتب فيه، خاطر مش اي انسان كل واحد يعرف الليميت نتاعو، ما نجمش انا نخدم في ميدان مالي اللي فيه برشا ديزون كونتيتاتيف، ما نجموش الدومين هذاك، دونك الانسان يعرف وين يحط روحه. لقيت معناتها راحتي في الميدان نتاع المؤسسات، لكن نخدم على المؤسسات الاكثريه في المنشورات انت فيهم الاكثريه انترناسيونال، معناتها ناخذ المؤسسات في العالم الكل ونحاول ندرس ديزون لل معناتها نزل البيرفورمانس تاعهم الاندتمون ولا معناتها عديد معناتها سي ام بي تكنيك ما نحبش ندخل فيه الميدان هذا، لكن ما نشني نكتب على هونغ كونغ ولا نكتب على تونس ولا نكتب على ريجيون بحد ذاته، نكتب على الاكثريه على العالم الكل، والا الاكثريه هما في الميدان نتاعنا اكثريه كبار امريكا، لانه لي دوني موجودين على امريكا دونك هي اهم بلاس اهم بلاس فينونسيير في العالم هي في امريكا، دونك اغلبيه الناس اما تكتب في امريكا والا فما ولا يخدموا انترناسيونال ولا فما اللي تلقاه الصين يكتب على الصين يعني، اما الاكثريه امريكا والا في العالم كله يعني. باهي انا توا باقي اللي يهمني في هذا الكل هو المسار نتاعك، ما نجمش نقول انه كل الكونستانس ما نلوش في الكلمه معناها الكونستانس نتاع العمل نتاعك في من الابتدائي للثانوي للتعليم العالي للعمل يعني كأستاذ جامعي للبحوث، كل كونستانس كل يعني بقيت دائما تشتغل بجدية، مش كل إنسان الخدام برشا ولكن تخدم تقوم بالعمل متاعك تجتهد ثابر تقوم بالعمل متاعك وعندك أوقات راحة ويعني حياة عادية، ورغم ذاك يعني وصلت يعني أنا نحب نوصله كمعلومة هو هل أنه الإنسان باش ينجح يلزمه يكون يخدم 16 ساعة في النهار، أم أنه إذا كان إنسان يكون يعني يتدرج ويكون ديما يخدم يثابر ينجم يوصل أعلى المراتب، كيفاش تراها المسألة؟ والله هو سؤال مهم وإن شاء الله معناتها معناتها أنا يعني بالنسبة لي أنا تو معناتها بحكم نوع من الخبر اللي عندي ماهيش حكايه كثره الخدمه، حكايه اول حاجه اهم حاجه حسب رايي انا الشخصي معناتها باش الانسان ينجح لازم يكون عنده اوبجيكتيف ويكون عنده عزيمه، يعني بيان سور لازم الانسان يكون عنده كاباسيتي انتلكتويال، هذيك معناتها فما تكون لازم تكون عندك معناتها مش انسان يكون معناتها لازم يكون عندك شويه معناتها نوع من الذكاء، اما ليش لازم تكون يعني ديما الاول في الكلاس ولا لا مش مربوطه بالاول مربوطه بالخامس، تو نشوف الاولياء هم ولد وجي الاول والثاني مش مهمه بالنسبه لي الحكايه هذه، معناتها يكون بارمي لي بريمي سافا معناتها راضي عليه، فما لي ماتير امبورتون يكون باهي فيهم بالاخص الماتيماتيك واللي لونغ مازال بالنسبه لي سي تري امبورتون خاطر مش يخلوك تقدم، وصحيح انا ما كنتش كما قلت فيها كنت بارمي لي بريمي ما كنتش ديما الاول يعني، لكن كنت عندي عزيمه وكان عندي اوبجيكتيف معناتها ملي انا كنت نقرا في معناتها خذيت اوبجيكتيف قلت لازمني ننجح في حياتي، معناتها كان عندي اوبجيكتيف واضح معناتها كنت من الاول نحب ننجح معناتها الاوبجيكتيف اللي لازمني ننجح سوسيال مو ومعناتها كنت نحب معناتها نحب ننجح في حياتي مش نقول لك نحب ناخذ الخدمه فيها ومعناتها يكون امور منففه كما قلت فيها عندك الحق. عندي ملاحظه دكتور وليد قبل ما ندخل الاستوديو احنا نتحدث مع بعضنا
حدثني على مشكلة في تونس، وهي مشكلة اللغة. أنه مع الأسف يعني اليوم صار عندنا مشكل في اللغة الإنجليزية مثلا. أنه تلقى مثلا باحث في الدكتوراه اللي تلقاه معناه مش متمكن من اللغة الإنجليزية كما يلزم. التمكن من اللغة هل أنه مسألة يعني فيتال، حاجة حيوية هامة في البحث الجامعي أو في أي مجال يعني يكون فيه؟ والله مش نقول لك مش مهمة، مهمة، لكن تو كيما أنا الإنجليزية يعني نوعا ما تعلمتها كبير شوية، كنا من بعد ما كملت الدكتوراه باش. ولكن أنت في وقت من الأوقات يظل كنت تدرس بالفرنسية ولا؟ لا لا ما درست في الجامعة اللبنانية. كيفاش هي الجامعة الأمريكية بالإنجليزية؟ بالإنجليزية، جامعة أمريكية بالإنجليزية. لكن أنا معناتها ما كنتش عندي الإنجليزي كان متوسط يعني كما توانسة الكل. كما توانسة الكل. قريت يعني في الياشو سي كارتاج، عندنا ساعة أونجلي بار سيمين وكهو. لكن كي دخلت نقرا في الدكتوراه وفي الماستير وليوا لي زارتيكل يعني المنشورات الكل نقرا فيهم بالإنجليزي، يعني وليت نفهم شوية في الإنجليزية. وبعد تحسنت يعني من الأول، ما واحد أول سيونس قريتها بيان سور مش بالكدا، والثاني وبعد حتي تروحي كما يقولوا فيها في البريسيون تاع التدريس، بعد تحسنت بشوي بشوي فهمت يعني. ما لكن كون عندنا باز باهيه، كانت في تونس كانت عندنا باز باهيه معناتها. ونتصور توا النوفيل جينيراسيون يعني الانجليزيه معناتها لازم يكون عندهم يعني اهتمام باللغه الانجليزيه وشويه الفرنسيه والعربيه كذلك. يعني اللغات الكل مهمين، حتى العرب معناتها البعض يعتقد العربيه مش مهمه لكنها مهمه يعني. تو حتى برشا مش الخليج، تو اصبح التدريس في بعض الدول الخليج بالعربيه، معناتها لازم يطلب نوع من التمكن باللغه العربيه. يعني مش مهمه يعني، تقديمها مهمه اكيد يعني. معناتها مش نمشيو اللغات الاجنبيه وننسيو لغاتنا اكيد. تو باش ناخذوا تسجيل لشخص انت تعرفه، خليه يتحدث على دكتور وليد صفار. شكرا. ناخذ التسجيل ومن بعد نرجع نواصل برنامجنا. اهلا وسهلا وجيه سوا. معك وجيه العباسي، نعرفوا بعضنا من قبل. حبيت نتكلم بخصوص وليد صفار، دكتور وليد صفار. نعرفوا بعضنا يا سيدي احنا من اكثر من 20 سنه. قلنا بعضنا شو سيكرتاج، عرفنا بعضنا من البريمير اني، سكننا مع بعضنا، عشنا مع بعضنا الماتريز كلها. كان معنا زاد سمير الفادي، وكان معنا صديقنا غازي بالحاج. كنا أربعة من قروان عايشين في نفس الدار وقت كنا كارين، وكانت ذكريات معنا قوية برش. شوف وليد ما تبدلش من وقتها لتوا، صدقة ما تبدلش. عاشق الجيسكا، مهبول متاع جيسكا لتوا، مازال نفس الحكاية. الناس اللي ما تعرفش وليد، يعني خاطر يكون في الدومين شويه، قري فينانس. وليد بروفيسور نتاع فينانس، فول بروفيسور يعني استاذ دكتور، من احسن ما فما في العالم، ما في الـ في الـ في الـ في الكاليتي نتاع البحوث نتاعو. وهذا لو مش كلامي انا، مش خاطر صاحبه ولا نعرفه ولا عشنا مع بعضنا، انت تدخل على جوجل ولا من معني من احسن، من افضل 1% باحثين في العالم في الـ في في في, في الفينانس، في ماده يعني في علم التمويل. فخر مش القرون كهو، تونس كلها يعني من دون مبالغه من احسن ما انجب تونس في الـ في الـ في الـ يعني في علم التمويل. ورغم ذلك معناها وليد ما تبدلش بالكل، نفس التواضع، نفس تحكي معك كان تحكي مع وليد اللي عنده 20 سنه تالي. قمه في التربيه، قمه في الاخلاق، انا نعرفه ونعرف دارهم، نعرف سي حمادي والده، يعني الناس طيبة فهمتني، نعرف خوه أوس، تبارك الله معنا عائلة كلهم معناها قمة في التربية والأخلاق. من أحسن ما عرفت في حياتي اليوم الناس هذا، معناها ما زلنا أصحاب برغم معناها كل واحد في بلاد عايش توا. لكن بصراحة يعني أنا فخور برشا اللي تعرفت على سنة كيما وليد صفار. مش نقول لك معناها فخور به كابن القيروان، فخور به كابن تونس، كيعني من احسن الباحثين في العالم على مستوى العالم، شرف البلاد. وكيف اخذكم فخور اكثر منه يعني بالجانب الاخلاقي نتاعو ما تبدلش. غيره كان يمكن يكون يولي معناها دعوه، كان يجب يكون معناها يركبوا الغرور، هو ابدا معناها ما تبدل في حتى شيء. لو من هذاك يجي القرى معناها نمشي نعملوا كاستي فهمتني، معناها في من غير ما نذكر القهوه معناها كاستي باللوز، كاستي نفس المود دو في معناها ما تبدل فيه حتى شيء. كما قلت يعشق جيسكا بطريقه غريبه،
يلوم الناس هذا، فهمتني؟ يعني تذكر قبل ما يكون نقراوها تابع في جيسكا قديم والتو يتابع في جيسكا، معناه هو يحب برشلونه زاد. الناس اللي ما تعرفش نحب نقول معناه زاد عاشق لبرشلونه، هذو يعني يمكن من اكثر يعني خلينا نقول حب حياته جيسكا وبرشلونه. كاو نسلم عليه برشا، نسلم عليك انت دواجيه العلويني برشا، زاد صحابنا وهيك ما نعرفوا بعضنا برشا، تبارك الله كيف كيف، معناها فخر القران معناها من احسن ما عرفت في حياتي. وان شاء الله يتعدى برنامج باهي، وان شاء الله تحصل افاده الناس الكل، وان شاء الله معناها الناس اللي تسمع فينا سورتو لي جون الصغار معناها يحاولوا معناها على الاقل ما نقولش يعملوا كيما وليد، خاطر بون ينجموا يعملوا كيما وليد، معناها على الاقل ياخذوا منه لا بيرسيفيرونس، الحب العمل، فهمتني؟ يعني حتى العمل العمل باتقان معناه، لك لو سونس دو معناه لو سونس دو ديتاي، يعمل العمل نتاعو يحب يتقنه في ادق تفاصيله، التواضع، الاخلاق، التربيه، اللي معناه الباكج هذا الكل يظل ينجم يكون مثال كبير برشا معناه لاولادنا في القروان والتونس كلها ان شاء الله. سلم على وليد برشا، وسلم على المستمعين نتاعكم الكل، وسلم عليك انت برشا، وإن شاء الله يعني المستمعين يعدي وقت طيبة، وشكرا. دكتور وليد، سمعت دكتور وجيه العباسي مش قولك في حديثه على دكتور وليد صفار؟ والله وجيه العباسي صديق يعني من بعد البارك من عام 97 عرفوا بعضنا، ويعني أصحاب مغرومين زوز بالكورة كيف كيف هو كذلك متألق في مجال المالية، وتبارك الله عنده يعني دكتوراه كذلك في المالية، وقاعد يقوم بنشريات مهمة في الميدان. نتمنى له النجاح، وإن شاء الله نقولوا خلينا شوية وقفة نشوفوك. قبل ما نمشيو الفصل الغنائي، سؤال هكا حتى بسرعة مثال جاوبني عليه، أنت اليوم في هونغ كونغ وقبلها كنت في لبنان. لبنان صحيح. عندكش علاقة بالجامعة التونسية؟ الجامعة التونسية، نقول جامعة القيروان، نقول جامعة تونسية بصفة عام، هل أنه ثم تعاون؟ هل أنك تفكر أنه ربما تتبعث يكون دكتوراه في إحدى الجامعات وكلموك أنك تتعاون معاهم؟ هل أنه ثم شكون يكلمك باش في مجال ما، في نصيحة، في تعاون، في بما أنه عندك ما شاء الله أنت ولا العديد من التوانسة معناها اللي موجودين في الخارج واللي اثبتوا معناها كفاءتهم وجدارتهم يعني في اكبر جامعات في العالم؟ والله الصراحه شاركت في بعض الندوات في تونس، و كي معناتها يتوجه لي واحد من معناتها الاساتذه في تونس معناتها يطلب نصيحه ولا يطلب بعض المعلومات ولا يحب على باز دوني ولا حاجه، بيان سور نحاول كان موجود نبعث له كذلك المنشورات العلمية والزرتيك اللي يطلبوني منهم نبعث لهم. أنا مستعد للتعاون. بيصير معناتها بالخاص في الاختصاص نتاعي، خاطر كما قلت لك الميدان كبير، يعني ما نجمش أنا مشني ما فهمش في كل شيء، فهمت؟ يعني في الميدان نتاعي كي أحد يطلب مني المعلومة اللي يطلب مني ارتيكل نبعث لهم، فما حتى مشكلة، فهمت؟ وبعثوا لي معناتها وبعثت لهم، فما يعني ما نقولكش يعني تعاون كبير، لكن كي يطلبوا مني نقدم النصيحة ونقدم معناتها حسب القدر المستطاع معناتها. سؤال ثاني بالنسبة لتونس، تحدث على الدولة التونسية، هل أنه المجال الاختصاص نتاعك أنت وطبعا العديد من الباحثين التوانسة اللي اليوم متواجدين في الجامعات الأجنبية، هل أنه تنجموا تنفقوا تونس في المجال الاقتصادي في المجال المالي، لو أنه يطلبوا منكم أنكم انكم تكونوا يعني تقوموا بندوه، انكم تجلسوا مع كبار المسؤولين في تونس، هل انه عندكم حلول للامور الماليه في تونس ام لا؟ والله فما برشا ندوات تصير في تونس، ويعني الاساتذه الجامعيين اللي يدرسوا في الخارج يعني هم اللي منظمينها، ويستدعوا معناتها وزراء، ويستدعوا معناتها رؤساء نتاع الجامعات. لا فما يعني فما برشا توانسة تبارك الله، فما تعاون كبير، فما تعاون يعني كل واحد وظروفه بيان سور، يعني خاطر بعيد شويه مشني امبليكي برشا يعني بعيد، لكن اللي يدرسوا في فرنسا واللي يدرسوا في الاقرب شويه لتونس يعني عندهم نشاط وعندهم اتصال بالمؤسسات الجامعيه في تونس، وعندهم اتصال ببعض المسؤولين في الدوله،
ويقدموا فينا الدواء ويقدموا في بعض الحلول، وان شاء الله معناتها كما نقولوا فيها مع بعضنا نحاول نطور ميدان البحث العلمي في تونس والاقتصاد، يعني كل تقدير وقدره يعني كما نقولوا فيها ان شاء الله. نمر توا الى فصل غنائي.